السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في برنامجكم المتجدد مستشارك القانوني. عارفين أن في قضايا كتيرة جدا في المجتمع المصري لازم نلقي الضوء عليها، قضايا مهمة جدا لازم نكون متابعينها ولازم نشوف لها الحلول. كل ما بتظهر مشكلة كل ما لازم يبقى ليها حل. طبعا من أهم المشاكل اللي بتصادفنا في حياتنا في مجتمعنا المصري المشاكل الخاصة بالسيارات. السيارات تندرج تحتها الميكروباصات وسيارات النقل، وبيندرج تحتها القنبلة الموقوتة التوك توك. كل ده مشاكل كبيرة جدا في مجتمعنا المصري. إزاي إن احنا نقدر نقنن هذه المشاكل وهذه الظاهرة اللي احنا بنشوفها؟ ده بيبقى محتاج جهد كبير جدا من الدولة، بيحتاج جهد كبير جدا من المشرع المصري انه يجد الحلول، وخاصة ان احنا بنحاول ان احنا ننتقل الى متنفس جديد، بنحاول يبقى عندنا طرق جديدة، بنحاول ان احنا ننقل مصر نقلة حضارية كبيرة جدا. كل دوت بيقعد المشرع المصري على اساس يشوف الحلول ازاي ان هي نقدر بهذه الحلول نأثر الطرق ونعمل ازدهار للطرق ونقضي على بعض المشاكل الجامة الكبيرة جدا اللي بتصادفنا في مجتمعنا. كل ده هنحاول النهاردة نتكلم فيه مع ضيفي سيادة اللواء الدكتور أيمن الضبع استشاري السلامة المرورية. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك يا أستاذ. كل سنة وحضرتك طيب. المشاهدين أهلا بك وحضراتكم دايما بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. سيادة اللواء، مشاكلنا كتيرة جدا في المرور، مشاكل المجتمع المصري كبيرة جدا في المرور، ومنها بنلاقي ان برضو المجتمع نفسه مفيش الوعي المروري اللازم على اساس نقدر ناخد بيه الحيطة والحذر في ان احنا نقلل من الحوادث التي تكون على الطرق وخاصة في الطرق السريعة. بعض الناس بيستهتروا جدا لما يسمعوا يقول لك يا عم لسه هحط الحزام، لما يجي مثلا يبقى ماشي وماسك الموبايل بتاعه وعمال يتكلم فيه ومش واخد باله وممكن يخبط حد، لما يبقى ماشي على طريق سريع وتبص تلاقي القائد المركبه ماشي تحت ادمان، تحت مخدر معين ماشي بيه. كل هذه العوامل تؤثر في المجتمع وبتخلينا نبقى قدام مشكله كبيره جدا في مجتمعنا، وهي حالات القتل على الطريق وحالات الجرائم اللي بتحصل على الطريق العام وفي الطرق السريعة. الدولة ابتدت تاخد على يد هؤلاء وابتدت تقوم بعمل قانون جديد للمرور، وابتدت حطت بعض الردع وبعض الضوابط الهامة جدا لقائدي المركبات، اللي بيخالف هذه القواعد إذا عليه غرامة مالية تصل إلى الحبس. هتتكلم معايا حضرتك النهاردة وتقول لي بعض الملامح الجديدة للقانون الجديد، قانون المرور الجديد، لان في ناس طبعا مش عارفه يعني ايه قانون المرور الجديد. هنلقي الضوء عليه وابتدي بعد كده هندخل في حاجه حاجه من الموضوع بتاعي. تفاصيل. اتفضل يا فندم. اهلا بيك. طبعا هي قضيه المرور دي قضيه مجتمع، يعني هو قضيه دوله، سواء حكومه او مواطنين او مستخدمي الطرق او كل شركاء المجتمع. يعني في جزء يقع عاتقه على الدوله اللي هي ممثلة في الضبط، ممثلة في التشريعات، ممثلة في التنظيم، وجزء بيقع على المواطن. لازم نزيد من درجة الوعي، وإن كانت الدولة هي اللي بتدير حركة الوعي الجمعي ده، لأن كلنا شركاء في الموضوع ده. من ضمن الحاجات اللي طبعا عندنا مشكلة مرور، عندنا مشكلة مرور، مشكلة كلنا بندركها وكلنا بنلمسها، يعني اللي ماشي في الطريق، الزحام المروري والكثافات المرورية وإهدار الوقت واستهلاك الوقود الزائد، والأهم والأكثر تأثيرا هو المصادمات، حوادث الطرق بشكل عام، واللي كلنا طبعا بنتأذى منها ونفسنا يبقى ما عندناش، يبقى مصر ما عندهاش أي حوادث مرور. يعني ده التارجت اللي احنا ما عندناش حوادث. الهدف الرئيسي طبعاً هو القضاء على هذه طبعا الحوادث. وكل الدول عندها استراتيجيات للتعامل مع مشكلة المرور. في دول قطعت شوط كبير قوي فيها. الحمد لله انا شايف مصر كاستشاري وكمتخصص في مجال المرور، لا مصر ماشيه على الطريق الصحيح دلوقتي. في خطوات جاده اتخذت في هذا المجال. يعني لو اتكلمنا عن ركائز المرور اللي هي الطريق والمركبه والضوابط والمحددات. في مجال الطرق طبعا المشروع القومي للطرق. القياده السياسيه والحكومه والدوله
بتتبنى مشروع قومي للطرق حوالي يمكن 7000 كيلو، مشروع لم يسبق تنفيذه في مصر. يعني حوالي 20-25% من حجم الطرق في مصر بيتم تنفيذه في 4-5 سنوات، وطرق بمواصفات كودية، طرق فيها الراحة وفيها الأمان وفيها معاملات الأمان المرتفعة. فأعتقد دي خطوة مهمة جدا وخطوة هو فعلا جدا. الجميع بيشهد بأن في طفرة في طبعاً الطرق، طفرة غير مسبوقة على جميع المحافظات، يعني على جميع المحافظات. والله خلينا نتكلم مشروع قومي للطرق كطرق هاي ويز، طرق سريعة صحراوية، طرق بشكل كودي. عندنا شبكة الطرق الداخلية اللي هي بتخدم على الشبكة الخارجية الرئيسية دي. دي طبعا مش ممكن تنعمل في بين يوم وليلة، يعني لأنها شبكة كبيرة أكثر من 45,000 كيلو، فمحتاجة ميزانيات ضخمة جدا. لكن نقول أن ما فيش طريق ينشأ من الطرق المحلية غير وفقا لمعاملات الكودية للأمان. الطرق اللي موجودة حاليا يتم رفع كفائتها تدريجيا، لأن أنت محتاج ميزانيات ضخمة جدا. لكن خلينا نبقى عندنا فترة زمنية نرفع تدريجيا جراديوالي كده نرفع كفاءة هذه الطرق، وده اللي الدولة ماشية فيه سواء على الطرق السريعة والصحراوية مشروع قومي للطرق أو الطرق المحلية. كل يوم عندنا جديد أعمال رفع وتطوير شبكة الطرق القائمة. أنا بشكر كل القائمين عليها في رفع كفاءة هذه الطرق وإنشاء الطرق الجديدة. طيب هناخد بس اتصال ونرجع لحضرتك تاني. أستاذة جمانة من الجيزة. أهلا أستاذة هاني، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. حلقة جميلة جدا ومميزة، ربنا يخليك يا فندم. ممكن أسأل بس سيادة اللواء على حاجة؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. انا عربيتي بصراحه كنت بره مصر، وعربيتي بقى لها 5 سنين ما رخصتهاش، فانا سمعت ان هم هيعملوا تبديل للوحات، هل دي حقيقه ولا لا؟ وهل هتحصل مشكله عندي في الترخيص، يعني ممكن يرفضوا الترخيص كله؟ طبعا انت حضرتك يعني معلش انت اخطأتي خطا كبير، ان انت 5 سنين بدون ترخيص. القانون ادى مهله 30 يوم بعد انتهاء الرخصه نقوم بعمليه التجديد السنوي للرخصه، لو مش هنستخدم السياره زي ما حضرتك كنت موجوده في الخارج. قبل ما بنسافر بنسلم اللوحه دي تم ملك للدوله، ومبرر وجودها على السياره هو الرخصه. ما ان تنقضي الرخصه وال 30 يوم فلازم حضرتك يا اما تجددي يا اما تسلمي اللوحات المعدنيه الى اداره المرور المختصه. طبعا كده في يعني في يقع عليها غرامه غرامه وقضيه تبديد دي. لكن ارجو المسارعه سريعا، لو حضرتك موجوده في مصر تتوجهي بالسياره لتجديدها وتجديد الترخيص، لو مش موجوده في مصر حد من طرفك بناء على التوكيل يتوجه لاداره المرور للترخيص. لو حضرتك مش هتستخدمي السياره، وده اللي انا بنصح بيه، يسلم اللوحات المعدنيه، شهاده براءه الذمه من المخالفات على العربيه، ويدفع الضريبه عن الفتره المنقضيه. ودي نصيحه للجميع بعد اذنكم، اللي مش هيستخدم السياره يسلم اللوحات المعدنيه الى اداره المرور المختصه، وما يخليش الضريبه والمخالفات ممكن تعد عليه بشكل مش مظبوط. بنشكرك استاذه جمانه. شكرا يا استاذ. شكرا لاتصالك يا فندم. برجع ليك سياده اللواء الدكتور ايمن الضبع، وبنشوف دلوقتي يعني بنقرا على شاشات التلفزيون من كام شهر كده ان اداره المرور بتناشد الساده المواطنين باللي هو لازم يروح يحط الملصق على الزجاج. ناس كتيره جدا راحت عملته، في ناس برضو ما عملتوش. ابتدت اداره المرور تنادي وتناشد الناس شهر وتدي مده شهر وتزود المده اكتر من شهر، والناس برضو في اللي بيعمل وفي اللي بيتغافل، في اللي يقول لك انا هعمله لما اروح ارخص، وفي اللي لغايه دلوقتي ما عملش المرور. نقدر نقول الملصق نفسه وظيفته ايه؟ هو زي ما قلت لحضرتك احنا الدوله بتعمل طرق بشكل حديث بشكل مطابق للمواصفات الكوديه، معاملات امان مرتفعه. على الجزء الاخر ما يخص الضوابط والمحددات لابد من التحول للتحكم الالكتروني. الطرق يتم التحكم فيها بشكل الكتروني. الطرق العتيقة اللي موجودة دي خلاص مبقاش حد يستخدمها، سحب الرخصة ووصل السحب والمتابعة من الأفراد المرور، وعملية صعبة جدا صعب التحكم فيها. لكن العالم كله بدأ يتحول في اتجاه الرقابة الإلكترونية الكاملة. الرقابة الإلكترونية الكاملة دي لها مفردات الدولة قايمة بشكل كبير جدا فيها، اسمها منظومة الاي تي اس أو منظومة النقل الذكي. أحد مفرداته الشريحة الإلكترونية.
النقل الذكي بصفه عامه ان انا اتابع واقدر اشوف واقدر اضبط واقدر اشوف كل عربيات على الطريق، اعمل لها اغاثه، اعمل لها ضبط، اعمل لها توجيه، يعني في تفاعل بين قياده المرور والمركبه وكل المركبات، في حاجه تفاعليه بينهم. طب ازاي يبقى في حاجه تفاعليه؟ لازم يبقى في حاجه على العربيه يتم قراءتها على شبكه، على منظومه، وتم التعرف عليها من خلال غرفه او الداتا سنتر او البيانات المركزيه. هي الشريحه الالكترونيه دي هي اول حاجه، دي الركيزه بتاعت ان انا اعرف العربيه على او اعرف غرفه العمليات والداتا سنتر على ان العربيه دي موجوده. الشريحه دي فيها كل بيانات العربيه، بيتم تحديثها الكتروني. الشريحه دي بيتم قراءتها بريدرز. الريدرز دي مرتبطه على طول، بتبعت البيانات الكترونيكلي على غرفه البيانات وعلى الداتا سنتر. بيتعرف على العربيه، انا ربطت العربيه بمكانها ببياناتها الصحيحه على الطريق. طب ده تطبيقاته ايه؟ لا ده ليه هيوج نمبر اوف، يعني ليه عدد ضخم من التطبيقات. كل حاجه بقى، يعني انا اتعرفت على العربيه، اقدر احصر مخالفاتها، اقدر اتابع سواء القائد بتاعها في ارتكابه اي مخالفه، لكن ما فيهاش تتبع. يعني دي انا عايز اوضح. طب لو العربيه اتسرقت، ما هو في واحد بيقول لي دلوقتي لو عربيتي اتسرقت وعليها الملصق، هل اداره المرور تجيبها لي؟ الملصق بيساعد اداره المرور ان هم يعرفوا يجيبوا العربيه. مش بيعمل تتبع للسياره بذاتها. عشان دي نقطه مهمه جدا، لان دستوريا وقانونيا ما ينفعش تتبع. التتبع للسيارات الخاصه، والملصق الالكتروني ما بيعملش تتبع للعربيه، لان هو مش بيرسل، هو بيستقبل لما يمر على كمين. فانت ممكن تقول العربيه دي مرت على الحته الفلانيه، لكن ما اقدرش اتتبعها. العربيه مرت على اي جانتريز او اي بوابات عليها القوارئ دي، بيتم رصد ان العربيه دي مرت دلوقتي من هنا. لو مبلغ بسرقتها خلاص انت تعرف، هيدي الارم وهيتم ضبطها. لو العربيه متهربه من الجمارك برضو انت تعرف عليها من خلال القوارئ. لو العربيه عليها ضرائب، لو العربيه مبلغ بسرقتها متهربه من الجمارك، لو عايز ترشد صاحبها برضو عن حاجه، العربيه دي لما تمر في حته فنيه في رساله معينه يتم ارسالها. فهو حاجه تبادليه. كمان يمكن استخدامها في تطبيق في تحصيل الرسوم بتاعه الطرق. عندنا طرق كتير جدا دلوقتي بقى عليها رسوم. فبدل الاستيقاف والرسوم وكده، بيتم شحن هذا الار اف اي دي او الملصق الالكتروني بفلوس زي كارت الموبايل، وهي مره اوريدي بيتم سحب هذا المبلغ، ويتم اختار صاحب العربيه على طريق الموبايل اللي هو بيحدده ان سحبنا مثلا المبلغ الفلاني الخاص بالرسوم في الحته الفلانيه. فهو مهم جدا، مهم جدا الملصق. هو بس الناس مش هيحسوا بيه غير لما تستكمل المنظومه والشبكه، لما كل العربيات تخش وكل المنظومه اللي هي القوارئ تبقى موجوده على كل الطرق، ويبدا التطبيقات دي المواطن بقى يحسها. فمعلش احنا يعني هم الاداره العامه للمرور ووزاره الداخليه شغاله في الموضوع ده بضغط كبير جدا. عشان كده هم بيناشدوا الناس انهم يخلصوا ويخشوا. وانا بناشد الاخوه المواطنين اللي ما ركبش ار اف دي لا ينتظر ميعاد التجديد السنوي، لا يروح على طول، لان في غرامه وفي عقوبه لو ما تمش. ده الداخليه ادت اكثر من مهله عشان يتم الانتهاء منه، عشان بناء عليها يتم يعني نشر المنظومه بقى بشكل كبير على مستوى الجمهوريه. تمام. برضو يعني استوقفني شيء كده، مشروع الاحلال والتجديد للسيارات. يعني طرق الى ذهني، الناس برضو لسه ما عندهاش معرفه بمشروع الاحلال والتجديد عن السيارات. النهارده يقول لك طب انا عربيتي معايا عربيه موديل كذا وتمنها كذا، هروح الحكومة أو الدولة هتاخدها مني بتمن معين، وهروح أشتري عربية جديدة بتمن معين. الناس مش فاهمة يعني إيه إحلال وتجديد. كويس، ياريت نلقي الضوء على الموضوع دوت، لأن ناس شريحة كبيرة جدا متخوفة من الموضوع دوت. ياريت نوضحها للناس، عشان برضو مهم جدا إن كل واحد بيشوفنا دلوقتي يبقى عنده المعلومة الكافية. طب خلينا نقول إن المبادرة الرئاسية ومبادرة وزارة الصناعة والحكومة عشان الاحلال دي حاجه للمواطن مش ضده. ازاي بقى؟ هي اولا مش بالنسبه لسيارات الملاكي، هي مش الزام. يعني في ناس كتير، انا بيسالوني ناس كتير، انا عندي عربيه ملاكي والكويسه، طب انا مضطر. لا، انت حضرتك دي مش الزامي، ده بالعكس الناس هم اللي بيسعوا اختياري يعني. اختياري. وهو مش الزامي، ده هو انت عربيتك موجوده قديم، بتسالك عليك وقود زياده وقطع غيار زياده واعطال وحوادث وكده، فالدوله مساهمه منها بتقول انا اغير لك العربيه دي بشكل حديث بعربيه حديثه، وبتشغلها بالغاز الطبيعي ومكيفه.
راحة ليك وراحة الآخرين. ما أنت عربيتك لما بتتعطل في الطريق دي بتعمل مشكلة للآخرين، لما تسهلك وقود زيادة ده بيخش في محفظة الدولة، لما بتلوث البيئة تلوث البيئة. فكل فعشان كده هي اختياري، اللي عايز بيقدم، وفي صفحة موجودة دلوقتي وفي طريقة أعلنت عنها وزارة الصناعة للتقدم، وفي لجنة كبيرة مشكلة من وزارة الصناعة وزارة الداخلية وزارة البيئة وعدد من الوزارات والبنك المركزي. فالعايز يعني هو اللي بيتوجه عشان ده. لكن بالنسبه للسيارات التجاريه اللي هي عربيات الاجره والاتوبيسات، هي دي اللي هتبقى الزامي، هي هي في القانون الحالي الزامي، بس الدوله اعطت اكثر من مهله لهذه السيارات، ولسه في يعني عماله بتمد في هذه المهله، لان السيارات التجاريه هي سيارات بتشتغل كتير، بتجهد كثير، عربيات تحمل اجهادات شديده جدا، مستهلكه كتير، مستهلكه. فلما نقول 20 سنه، في دول خمس سنين، وفي دول 10، وفي دول احنا يعني الدوله هنا خدت اللي هو 20 سنه، مده كبيره جدا. في نفس الوقت هتغيرها، وال يعني الدوله مساهمه بشكل كبير، بحيث ان انت لما تغيرها القسط هيبقى يعني مناسب بيلائم صاحب المركبه يعني. بالظبط. فهي دي اللي هيبقى الزامي، وان كان مره ثانيه ان في مهله اعطت اكثر من مهله لهذه السيارات. القانون ده صادر من 2008، الدوله عماله تدي مهله في مهله. ويمكن كان في تغيير التاكسي الابيض والاسود زمان، الدوله برضه عملت احلال التاكسي والابيض، واعتقد دلوقتي احنا نادرا ما نشوف سياره تاكسي او ابيض واسود، كانت بتتعطل وكانت عامله مشاكل. خلاص دلوقتي ما بقتش موجوده، الابيض اللي موجود دلوقتي حاليا يعني. برضه ده اللي هيتم على باقي السيارات الميكروباص برضه، يعني الدوله في صف المواطن، في صف مالك هذه السياره اللي هي سيارات الاجره، ان هيتم التحويل بس تدريجيا، الاول مفتوح بشكل اختياري لغايه ما يتم يعني تغيير اغلب السيارات، وبعد كده نخش في الموضوع الالزامي بقى. تمام، كويس لحضرتك القيت الضوء على الموضوع ده، لانه مهم جدا، لان صاحب المركبه يا جماعه، صاحب المركبه الملاكي مش ملزم ان هو يعمل احلال وتجديد لعربيته، هو اختياري. طبعا اختياري. ومش كل اللي هيقدموا هيقدروا يحصلوا على ده، لان هو العدد كبير بتاع سيارات ملاكي، ويعني فعشان كده هو مش كل واحد، لا هيروحوا بالاقدميه السيارات الاول، عربيات الاقدم عشان يبقى في احلال برضو وتجديد، برضه ممن يتقدم، اللي مش عايز يغير سيارته الملاكي ما يغيرهاش. طيب، من ضمن الحاجات اللي بتبقى من المشاكل اللي في مجتمعنا، احنا الشعب المصري عموما يعني ما بيحبش الالتزام، يعني بمعنى ايه؟ يعني يقول لك يا عم الحزام بتاع العربيه ده بيضايقني، لا انا بطني مليانه شويه، لا هيضايقني وانا بسوق، لا اقلع الحزام. ودي مشكله كبيره جدا، يعني ممكن تكون واحده سايقه ومعاها اطفال مش رابطه الحزام للاطفال اللي معاها، ما عداها على الكرسي. ممكن واحد بنشوف برضه من ضمن النماذج اللي كلنا بنشوفها، بيبقى قاعد بيسوق وحاطط ابنه قدامه بيسوق، وابنه حاطه على العربيه وبيسوق، ولا رابط حزام ولا حاجه، وبرضه غلط لو حاطط الابن ما بتاعه العربيه. كل المعتقدات دي وكل العقائد الخاطئه اللي احنا بنشوفها، اللي هو بيشوفها اللي دي بهجه وفرحه، ولكن هو بيبقى بيساعد ان ممكن يكون في حادثه تحصل بسبب التصرف الخاطئ اللي هو عمله دوت. حزام الامان ضروري ولا الناس واخده رفاهيه؟ انت حضرتك اتكلمت في مجموعه حاجات، كل واحده منهم عايزه حلقه عشان نشرحها تفصيليا ونوضحها بعمقها. فانت يعني نتكلم عن حزام الامان. حزام الامان هو من معاملات الامان الكامن في السياره، ان في السياره بيبقى او المركبات فيها نوعين من الامان، في اكتف سيفتي وفي باسيف سيفتي. اكتف سيفتي اللي هو الامان النشط، اللي هو بيزيد من قدره قائد السياره في السيطره عليها ويمنع عنه الحوادث او يحد من الحوادث، زي الفرامل الاي بي اس. لكن الامان الكامن هو لما تحصل حادثه هذا المعامل يحد من اصابتك ويحد من الوفيات. من ضمنها واهمها هو حزام الامان. 65% من معاملات الامان الكامن في السياره هو حزام الامان، السيت بيلت. طب هو بيعمل ايه حزام الامان؟ حضرتك لما بتكون ماشي بعربيه بتكتسب طاقه اسمها طاقه الحركه. طاقه الحركه دي اللي هي نص الكتله في مربع السرعه، يعني طاقه كبيره، طاقة ضخمة جدا بتزيد مع سرعة العربية بشكل كبير جدا. لو انت ماشي على سرعة مرتفعة، طاقة الحركة دي لما بتتوقف السيارة نتيجة مصادمة او فرملة فجائية، طاقة الحركة بتدفع السائق او الراكب، انا ككتلة بتدفعني وهي مرتبطة بالسرعة بشكل كبير. طب لو ماشي على سرعة عالية بتحذفني للامام. احنا بنشوف سيارات بعد الحادثة تلاقي جسم الانسان الضعيف ده
عوج اطاره يعني عجله القياده الفولاذيه دي كسرها عوجها وكسر التابلو وكسر الزجاج. واحيانا كنا بنلاقي يعني سواقين على بعد 10 15 متر خارج السياره قوه اندفاع كبيره نتيجة اندفاع الصدمه دي. وده بيبقى سبب الوفاه الاصطدام دي، يصطدم بالقايم، يصطدم بالزجاج، يصطدم بعجله القياده. حزام الامام بيشتت الطاقه دي وبيحفظ السائق في مكانه. طيب السؤال اللي دايما يطرح، طيب مش لازم البسه داخل المدينه، خلينا البسه بس لما اكون ماشي على سرعه عاليه. انت عارف السرعه العاليه بالنسبه لحزام الامان يعني كام؟ يعني 50 كيلو دي سرعه مرتفعه. 50 كيلو طاقه الحركه اللي جواك كانك سقطت من الدور السابع في ال 50 كيلو. يعني عند 50 كيلو لما تصطدم طاقه الحركه دي كانك سقطت من الدور السابع. تخيل 50 كيلو متر بس. انت داخل المدينه ما انت بتمشي في اماكن بتنفتح 70 و80 كيلو، فتخيل طاقه الحركه دي كلها انت بتعبق بيها، والصدمه المباشره بتبقى عاليه جدا. بتؤدي الى تهشم في الصدر والراس، وعافانا الله جميعا طبعا من ده، لكن ده اللي بيحصل. حزام الامان بيثبتك في المكان ده، بيشتت الطاقه دي. طيب انا عربيتي فيها وساده هوائيه، ايرباك مش لازم بقى استخدم حزام الامان؟ لا، اوعى بقى ما فتحش الايرباك. لا ده غير كده، ده لو فتح الايرباك في منتهى الخطوره. الايرباك قد يكون عنصر خطير جدا على الانسان، يؤدي لانحراف السياره. ما شفتش اللي قدامي انحرف السياره؟ لا، مع حزام الامان. لو انا ما استخدمتش حزام الامان والايرباك موجود، الايرباك فتح، الايرباك بيطلع في الاتجاه المعاكس، بيطلع من التابلو في اتجاه، بيطلع بسرعه 62 كيلومتر في الساعه، سرعه اندفاعه ده في ال 25 سنتي الاولانيين بهذه السرعه. ان طبعا هو يعني في اللحظه بتاعه الحادثه دي هو عايز يمنع فبيندفع اندفاع شديد جدا، وحضرتك بتندافع في الناحيه الثانيه لانك مش لابس حزام الامان، فانت في الاتجاه ده وحزام الامان والايرباك في الاتجاه الثاني. شوف الصدمه بقى، دي صدمه قاتله، بيسموها الصدمه القاتله. عشان كده شركات المصنعه للسيارات، لو خلي بالك من دي بقى، لو ما قفلتش حزام، ما استخدمتش حزام الامان، بيعطل لك الايرباك، لان الايرباك هنا تبقى عنصر خطوره. فانت شاري عربيه فيها حزام امان وفيها ايرباك ومكلفهم، ورحت ما اشتغلتش حزام الامان، الايرباك كمان مش هيفتح، خد بالك بقى. ولو فتح انت دخلت في منتهى الخطوره. دي نقطه مهمه جدا، انا دايما اقول لاخواتنا الشباب وابنائنا الشباب خلوا بالكم من دي. ناس بيجيبوا سكاته كده يحطها لحزام الامان، لا، الموضوع مش فهلوه، الموضوع ده صحتك. ولو رحنا اقسام الحوادث في المستشفيات وشفنا الناس المصابين من حوادث الحادثه بتحصل في ثانيه، فمعاملات الامان دي ارجوكم نلتزم بيها، ما فيهاش هزار. تمام، يبقى حضرتك القيت الضوء على حزام الامان واهميه حزام الامان بالنسبه لقائد المركبه. طيب حاجه تانية مهمه جدا، ودي بقى اللي بتبقى يعني بتحزن المواطن، الحوادث على الطرق السريعه من قائدي مركبات النقل والمقطوره، وغالبا ما بنسمع ان هم بيكونوا تحت تاثير مخدر. سائق المركبة النقل أو المقطورة بيقول لك أنا بقالي يومين سايق في الطريق، أو بقالي يوم سايق في الطريق ما نمتش، فباخد حاجة تساعدني إن أنا أفضل يعني مركز في طريقي، فبياخد أحد المواد المخدرة على أساس تساعده في طريقه إن هو يوصل في طريقه. ودي بتكون بيتهيألي ما بتكونش عامل للوصول، ولكن هي بتبقى عامل لوصوله إلى حتة تانية خالص، إلى حادثة تؤدي بها إلى حياتي. يا ريت تلقينا الضوء على سائقي المركبات في الطرق السريعه والمخدرات. هو انا بس عايز في الاول اوجه تحيه لسائقي سيارات النقل الملتزمين. في نسبه كبيره جدا منهم ملتزمه، لانهم بينقلوا احتياجات كل المصريين، بيعملوا في ظروف غايه في الصعوبه وظروف شاقه جدا. فالملتزم منهم ده تاج على راسنا كلنا، سائق النقل الملتزم. لكن في نسبة غير ملتزم، هي دي المشكلة عنده. هذا السائق الغير ملتزم، سيارة نقل محملة بحمولة عالية جدا، وقد تكون في تجاوز في الحمولة كمان، في حمولة مرتفعة. العربية مش مصممة للحمولة دي، العربية مصممة للحمولة القصوى بتاعتك، فبيتم زيادة الحمولة، البعض بيزود الحمولة. الحاجة التانية، أنا عارف العربية عليها أقساط، وأنت هتشغل على العربية عايز تعمل تلحق، ويعني تعمل أكتر من نقلة، تضغط على نفسك، تشتغل ساعات عمل طويلة جدا، ساعات عمل لا إنسانية، ما عندكش نوم، عندك إجهاد،
عندك متطلبات بقى قسط الكاوتش وقسط العربيه وقسط مش عارف ايه، فبتخليك تشتغل اكتر. لكن خد بالك بقى، طب هتقول له ايه دلوقتي؟ ناخد عبد المقصود وهتروح له تاني. طب ناخد استاذ عبد المقصود، اتفضل معانا. ايوه يا فندم، معاك. اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. كنت عايز اسلم على شبك اللي هو الاول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ عبد المقصود، يخلي حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. انا دلوقتي حضرتك بتقول ان اللوحات المعدنيه دي حق الدوله ودي قضيه تبديد، خدت بالك يا فندم؟ ايوه. طب انا تعبان بقالي النهارده سنتين ونص، وعربيتي عندي عربيه ربع نقل ما رخصتش، داخله في السنه الثالثه. تمام؟ انت حضرتك سواق على عربيه نقل، عربيه نقل ملكك. عربيه ربع نقل تحت. وانا كنت في ظروف صحيه بقالي سنتين ونص. ربنا يشفيك ويعافيك. اللهم امين يا رب. ومعايا اشعاعات ومعايا اكيد مع كل حاجه بتقول ان انا عامل عمليات وكده. التقرير الطبي. وساعات اللي هو بيقول دلوقتي ان الرخص ديت او ان اللوحتين دولت حق الدوله ودي قضيه تبديل. طب انا دلوقتي انا المسؤوليه القانونيه دي تقع عليا ازاي؟ انا في ظروف صحيه اصلا يعني. اولا حاضر يا استاذ محمود، هنجاوبك. حاضر. كان الله في عونك يا استاذ مقصود، وربنا يشفيك وربنا يعافينا جميعا ونكون كلنا بصحه وسلامه وعافيه. لكن انت شغال عندك عربيه نقل، فكان لازم تبقى عارف الاصل في الموضوع. انت بترخص العربيه حضرتك لظرف ما مش هتشتغل بالعربيه، فلازم ترد اللوحات. مش انا اللي بقول ده، القانون، القانون كده ان اللوحات دي لازم ترد في حال عدم الترخيص. انت حضرتك للاسف انت ما عملتش كده، بس ارجو ان حضرتك ربنا يعافيك، لكن فورا اللوحات المعدنيه دي تردها للدوله، يعني رجعها. مش هتقدر تروح، ابعتها في طرد بريد على اداره المرور المختصه عشان نوقف المشكله دي وما يحصلش فيه، لغايه بقى ما ربنا يعافيك وترجع لاداره المرور تراجعها وتتم الترخيص. لكن لو مش هتقدر تتحرك، اي حد احطها في البريد طرد بريدي على الاداره، على اداره المرور المختصه، عشان نوقف موضوع تبديد اللوحات ده مؤقتا لغايه ما حضرتك تتعافى وترجع بالف سلامه لعربيتك. ربنا يشفيك يا استاذ عبد المقصود، وشكرا لاتصالك يا فندم. برجع لحضرتك سياده اللواء استاذ ايمن الضبع، دكتور ايمن، وبنقول الطرق السريعه وسيارات النقل بتبقى مشكله جدا اذا كان السائق واخد لمخدر. الدوله وإدارة المرور ابتدت تقوم بعمل بعض اللجان على هذه المركبات وبالكشف على سائقي هذه المركبات، وعمل كشف وتحليل على طول للمخدرات. عقوبة اللي بيبان اللي هو واخد مخدرات أثناء السير إيه؟ ده اللي هتقوله لي بعد الاتصال القادم. أستاذ محي تفضل معنا. أصوات. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، أهلا وسهلا. لو سمحت سيادتك، انا معايا دراجه ناريه. تمام. سيادتك في الفحص دراجه ناريه بيحملني شنطه اسعاف، بيحملني جاكيت فسفوري، تمام، ده غير التامينات الحياه بتاعها. التراخيص من 700 جنيه وصلت 2000 جنيه، موتوسيكل يا باشا 2000 جنيه، انا راجل بسيط يعني اجر على كدي 2000 جنيه دي، لما ترخيص موتوسيكل يبقى 2000 جنيه من 700، ايه الوضع؟ مديني المواضيع كلها لشركه امان سيادتك. شركة أمان دي هي مستنزفة الحاجة. الجاكيت الفسفوري شوف ثمن ستك كان بيبيعوه 80 جنيه 90 جنيه في أرض المرور، ولازم يبقى معاك فلوس. بتنزل أنت براءة الذمة ستك بتخلص كل حاجة، يعني بتنزلش غير براءة الذمة وفلوس معاك ستك في إيدك. بتطلع أنت طالع من أرض الفحص بتدفع 1500 تكون طالع. ما بين طفاية ما بين حياتي ستك. حاضر. هيجاوبك سيادة اللواء. حاضر. شكرا. ربنا يعينك طبعا ويعيننا جميعا، وانا عارف طبعا ان لكن قولا واحدا كده، مفيش الزام بالجاكيت الفسفوري ولا بالقمع ولا الحاجات اللي دي، حاجات اضافيه يمكن انك تاخدها ويمكن لا. فارجو لو واحد تم الزامه بده يتوجه لمدير اداره المرور المختصه بشكوى رسميه في ده. مفيش الزام سوى بالحاجات الملزمه قانونا، اللي هي القانون ألزم بشنطة إسعافات، شنطة إسعافات والطفاية الحريق والمثلث العكس، ثلاث حاجات دولت. إنما ما زاد عن ذلك، ما زاد عن ذلك ده مش إلزامي. وأرجو تتوجه لإدارة المرور اللي أنت فيها ومدير إدارة وتتوجه ليه بشكوى رسمية، أقول له أنا مش هشتري الحاجات دي لأنها مش إلزامي ومش قانوني. طيب هنرجع برضو للسيارات النقل اللي على الحوادث والدور اللي قامت بيه إدارة المرور للحد من هذه
الحوادث. حضرتك اشرت طبعا ان في حملات بتتم على ده، لكن قبل الحملات بس انا عايز اوضح برضو لاخواتنا سائقي سيارات النقل، واحد صديقك يقول لك تعالى بدل ما انت تعبان ومش قادر هندي لك حبه صغيره كده هتخلي هيدي لك حبه كده ولا نص حبه هتخليك يعني فريش فريش وتشتغل يوم واثنين وتمام. بس الاسبوع الجاي هتحتاج بدل نص حبه هتحتاج حبه، الاسبوع اللي بعده هتحتاج حبتين، الشهر اللي بعده هتحتاج ثلاث حبات، في ناس بيوصلوا لشريط وشريطين. من ناحيه الطبيه بقى اللي انا مش عايز اتكلم فيها لكن هي مدمره للجسم. الحاجه الثانيه ان هي بتخليك يقظ ظاهريا، لكن اجهزه جسمك وقدراتك بتبدا تقل تدريجيا. مفيش حاجه تقدر تعملك صاحي على طول، ضد ناموس الطبيعه، ضد ناموس الخالق. الخالق عمل لنا فتره راحه، قال لك يعني جزء من الليل وجزء من النهار. فاطلاقا مفيش حد يقول لك خلاف ده، خلاف ناموس الحياه، خلاف قدرات الانسان، ده على طول يبقى احنا كده ماشيين غلط بالطبيعه بالفطره كده. الحاجات دي كلها بتدي لك قدره مؤقته، قدره ظاهريه لفتره، وبعد كده بتقع في الفخ. لقد وقعنا في دخلنا في الادمان. العقوبه هي ايه؟ وزاره الداخليه تعمل حملات واكمنه على كل الطرق على فترات متباينه، بياخدوا عينه وفي الانذاسبوت يعني في المكان على طول بيتم التحليل، والنتيجه بتظهر خلال 3 دقائق. طب العقوبه ايه بقى؟ هنا انا عايز اوضح ولازم احذر من دي بقى ونخوف منها. عقوبه القياده تحت تاثير مخدر او مسكر هي الحبس سنه. فقدت شغلك، فقدت رخصتك، بقت عندك سابقه، هتتحبس، ولادك واسرتك سبتهم في للمجهول. سياده اللواء دي ما فيهاش هزار. الموضوع المخدرات ده اوعى، وارجو اللي عندهم ده يبداوا يتعالجوا ويبداوا يقلعوا عنها تدريجيا، لانها في منتهى الخطوره عليك وعلى تقديرك للسواقه وعلى وعلى سيطرتك على العربيه ومستقبلا على اسرتك وعلى حياتك كلها. يا ريت يبقى سمعنا يعني كم كبير من الساده السائقين عشان يعرفوا خطوره اللي هو بيحصل من تعطيل احد البراشيم المخدره. حاجه ماساه. يعني احنا بنشوف ماسي سائق النقل بيوصل لمرحله ماساه، المتعاطي ده بيوصل لماساه، يدمر حياته ويدمر بيته ويدمر اسرته. بالاضافه ان اللي هو يعني اللي بيشتغل بيه بيروح يشتري بيه برشام، وخلاص كده بقى اثر على بيته وبقى هو في حاجه للبرشام. هناخد رادي من المنيا ونرجع لحضرتك تاني. استاذ رادي اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا فندم. لحضرتك بالصحه والسلام. ربنا يعزك يا فندم. بس كنت ابغى اعرف ليه مالك يا فندم بس 2009. يا ريت 2009. بس في 3 سنين. نعم ملاكي 2009 ده اللي انا سمعته. ايوه ايوه. اتفضل. تمام. بجازات يا فندم بس 3000 جنيه. كذا يدتها ب 5000 جنيه. نعم. شركه اسمها شركه امان يا فندم تبع المرور. شركه امان. فندم تاخد بطاقه كده ب 211 جنيه يقول لك عشان حوادث الطريق. 950 جنيه يقول لك فحص الكتروني للعالم والتدير مش عارف ايه 1300 جنيه يا فندم ما اعرفش بتروح فين. واذا ما خدتهمش مش هنخطط. هو زي ما انا اشرت. طيب. في السؤال الماضي هنجاوبك يا استاذ رادي. حاضر هيجاوبك سياده اللواء. شكرا لك. الحاجات الملزمه قانونا اللي هي الشركه دي او غيرها بيوفروها في ادارات المرور دي حاجات ملزمه قانونا، فبيخلوها موجوده في المرور عشان الحد يعني توفيرا للتعب. لكن ما يزيد عن ده مش مظبوط. اللي يتعرض لده يتوجه لاداره المرور المختصه بشكوى وبيتم تحقيقها. لكن اللي انا الملزمه قانونا هي الـ زي ما قلت كده حقيبه الاسعافات الاوليه والمثلث العاكس وطفايه الحريق. طيب هروح لحضرتك للقنبله الموقوته وهي اصبحت دلوقتي متوغله وفي كل مكان تروح شارع تلاقيه، حاره صغيره تلاقيه، طرق سريعه دلوقتي تلاقيه، طرق عامه تلاقيه، التوك توك. التوك توك اللي هو اصبح دلوقتي هيدنج في دماغ ناس كتيره جدا، صداع في دماغ ناس كتيره جدا، حتى سائقي المركبات بيبقوا ماشيين خايفين من التوك توك، مش المواطن العادي لا. بالاضافه لان التوك توك بنبص نلاقي اللي بيقود التوك توك يعني اطفال صغيرين بيقودوا التوك توك، بنلاقي يعني ناس ما اعرفش معظمهم عشان ما نظلمش حد تحت غالبيه مخدر وبيحصل من وراءه جرائم اغتصاب وخطف وي 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 وكل دوت، والتوك توك مش مترخص. يعني النهارده التوك توك ده لو عمل حاجه موت واحد. النهارده طبعا القانون الجديد
لقانون 2007 لسنة 2007، قانون رقم 72 سنة 2007، في اللي صاحب المركبة مأمن على عربيته ومرخص عليها بيبقى تابع شركة تأمين. شركة التأمين ديت لو قائد المركبة ده واتعمل مخالفة أو قتل حد خطأ أو بطريق غير مباشر، شركة التأمين بتتولى الدفع مبلغ 40,000 جنيه لأسرة المتوفي في حالة الوفاة أو في حالة العجز التام. طب النهاردة التوك توك ده لو موت حد ورب أسرة راجل بسيط مثلا، الأسرة دي اتشردت بسبب طفخ أو طبعا واحد طايش سايق توك توك ولا ليه رخصة ولا ليه أي حاجة، وراحت أسرة رب أسرة أو راحت واحدة أو ولد أو شاب أو فتاة بسبب الإهمال. إيه الطرق اللي هتاخدها الدولة وإيه الضوابط اللي هتاخدها الدولة لتأمين المواطن من التوك توك؟ ده اللي هناخده من إجابة من حضرتك بعد الاتصال ده. مين معايا يا فندم؟ أستاذ مجدي. أيوه اتفضل يا فندم. حضرتك اشرت الموضوع التوك توك، انا كنت هتصل بالنسبه لموضوع التوك توك. طب احنا اتكلمنا اهو بلسانك اهو النهارده. الحمد لله. في حاجه ثانيه حضرتك، القانون الجديد بالنسبه للمرور شيء جميل تمام، وحاجه كويسه وحاجه محترمه وشيء يسعد، بس ليه شيء سلبي انا حسيته معايا شخصيا يعني. اتفضل يا فندم. انا اتفاجئت بمخالفه جايالي وجايالي مسج ان انا في عندي مخالفه ب 500 جنيه. لو بعت لي، لو انا عندي يعني عايز اتظلم بتبعت او اقول ان انا ابعت. خدت بال حضرتك؟ انا اتفاجئت ان انا بعت برضو الطلب مرفوض في حين ان انا ما عملتش المخالفه. نمره العربيه مظبوطه. طيب انا عملت المخالفه في ايه؟ طب يمكن ابن حضرتك ساقها او حد من اولادك ساق العربيه؟ خالص. تمام. لان انا شغلي في القاهره ببقى اجازه 14 يوم، وشغلي 14 يوم ببقى مسافر شغال في الصحراء، الصحراء الغربيه. العربيه بتبقى معاك؟ بتبقى معاك العربيه ولا سايبها؟ لا، العربيه بتبقى مركونه. طب ما ممكن حد خدها في الوقت ده؟ خالص. طيب. ما عنديش غير المدام بتسوقها، ولو سقتها كاتبين لي في القاهره، المخالفه في القاهره. انا في منطقه الهرم. ايوه. يعني انا كمان انا عندي المدام مش هتطلع تعدي منطقه الهرم. تمام. فلو كانت المخالفه اتقال لي عليها ان هي في منطقه الهرم كنت يعني عرفت ان المدام اللي سقت. اقول ان المدام اللي سقت. لكن ده كان في المخالفه ايه؟ تعطيل حركه المرور او عكس حاجه، يعني حاجه كده تمام، تبقى قضيه كبيره. انا ما عملتش الكلام ده. طيب هيجاوبك سيادة اللي هو حاضر، بس وقبل ما تقفل معانا، بس انت متابعنا حضرتك استاذ مجدي؟ طيب خلاص ماشي. هو طبعا لا، ممكن الاستاذ مجدي بيقول عليه ده ممكن يكون حاصل. المشكله فين في الحته؟ اولا هو بس عشان حضرتك، قانون مرور الجديد لسه لم يتم التصويت عليه في مجلس النواب. احنا بنتكلم ده كله وفقا لقانون المرور القديم، لسه قانون المرور الجديد ما طبقش لسه. لسه مجلس النواب يتم التصويت عليه. الاختيار بتاع حضرتك بالمخالفه اللي يجي ده حاجه تجريبيه تم التنسيق فيها بين وزاره الداخليه والنيابه العامه ووزاره العدل عشان يختاروا بالمخالفه، وتقدر انك يعني تلقاه ده عشان قانون المرور بيلزم بده. بقى قانون المرور الجديد جديد. بيلزم باختار حضرتك بالمخالفه، والمخالفه تكون موثقه في قانون المرور الجديد. فدي ميزه كبيره جدا انك هتختار في حينه بالمخالفه وتكون موثقه، ولك ان تعترض عليها حق الاعتراض. الحاجه الثانيه، في بعض للاسف ناس مش عارف يعني عربيته ميم عين 1112 بيعدل في الرقم، وطبعا اللي واقف بياخد الرقم او المخالفه بياخدها بناء على اللي ظاهر ليه. وحالات كتير يوميا ادارات المرور بيتم ضبطها، التلاعب في اللوحات المعدنيه وتغييرها وطمس رقم منها ويشيل رقم ويغير في الطاهي يخليه يعني. فوارد ان حضرتك تكون ده اللي حصل مع حضرتك. طب احنا عملنا ايه ده؟ ما هي ده تحت بصر رجال الامن والمرور يعني. الملصق الالكتروني هيحل المشكله دي بقى، لان الملصق الالكتروني بيتعرف على عربيه تعرف الكتروني بقى، سواء مالهاش دعوه اخذ رقم بقى بالنظر، قد يكون اللي بياخد المخالفه دي نظره معلش يعني بعافيه شويه،
لكن مع القانون الجديد خلاص انت هتاخد المخالفه الكتروني في اجهزه سواء مع الضباط او افراد الضبط جهاز الكتروني او الكاميرات او الرادارات اللي بيتم ضبط المخالفه، فكده مفيش احتماليه للخطا فيها. تمام. ان يتكرر ده او يحصل ده مره ثانيه. تمام. هناخد استاذ سيد معانا من الغربيه. استاذ سيد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيه. اهلا وسهلا. انا عندي عربيه 94 دوبل كابينه ربع نقل يعني. اه ايوه السلام. العربيه دي ان المؤسسه بتزيد يعني انا دافع السنه دي حوالي 5800 جنيه. ترخيص. اجراءات المرور كده كلفت عليا 9000 جنيه. لا المؤسسه اللي هي التامينات يقصد 5000 دي التأمينات. ايوه يا استاذ سيد اتفضل. ايوه يا بيه. دلوقتي شنطة الإسعافات 460 جنيه وسمعت النهارده إنها ب 860 جنيه. اتفضل. واخد بال حضرتك؟ وفي 1000 جنيه صندوق تحيا مصر أو 1060 حاجة زي كده. يعني حضرتك بتقولي إن الترخيص يعني مبالغه كبيرة شوية. مبالغه كبيرة. طيب حاضر. وما فيش شغل الدنيا برضه هادية معاني. حاضر شكرا ليك يا استاذ سيد. شكرا لحضرتك. ربنا يعينك طبعا يا استاذ سيد. هو ما فيش رسوم ممكن تتعمل الا بنص قانوني في تشريع اكيد لده. بالنسبه للتامينات انا ما اعرفش تشريعات التامينات ان المبلغ ده عن كام سنه ولا عن قد ايه، ما اعرفش بصراحه الموضوع ده، لكن ممكن ترجع لبتوع التامينات هم اللي يرشدونا فيه يعني. سيادة اللي هو في نص دقيقه وقتنا قرب على الانتهاء، التوك توك في حاجه هتعملها الدوله للتوك توك؟ اول حاجه ان تم ايقاف استيراد التوك توك كوحده مجمعه، لكن موجود في مصانع للاسف مرخصه واخده ترخيص ووضع قائم من زمان، لكن الدوله في لجنه كبيره نسقت مع المصانع دي ان في جزء من انتاج هيتم تصديره للخارج واللي ينزل السوق ينزل مرخص. يعني ايه التوك توك يباع مرخص. يباع بالترخيص. دي اول نقطه في الموضوع التوك توك. الحاجه الثانيه ان تم استحداث رخصه قياده ورخصه تسيير للتوك توك، ده موجود في القانون بس للاسف كانوا بيرخصوا ويروحوا يسلموا اللوحات بعد كده عشان معنى وجود لوحه يعني مخالفات يعني ضبط يعني هو مش عايز ده. هو مش عايز ده في الاتجاه المروري، لكن حل التوك توك مش اتجاه مروري بس او مش اتجاه ضبطي بس، لا حل التوك توك اولا لازم ايجاد وسائل نقل تضغط على التوك توك بقى. عندنا وسائل نقل منظمه اتوبيسات او نقل جماعي، وبعدين في عربيات نازله جديده كهرباء شفناها في المدن الجديده. ده اسلوب للضغط على التوك توك انه يبدا ينحصر ويمشي في الاماكن الضيقه والازقه وتبدا يمشي في الحته دي، لان في احتياج ليه برضه في بعض الاماكن. لكن انا اضغط عليه ده ضغط من منظور النقل ان احنا نضغط على التوك توك. الحاجه الثانيه ان التوك توك اصلا يطلع مرخص. الحاجه الثالثه في رخصه قياده ورخصه تسيير عليه. بعد كده الاطفال بقى المشكله بقى دي نظره مجتمعيه. الاطفال اللي شغالين عليه اللي انا بانذر جدا ان دولت هيخلوا البلد من المهن والحرف، ودولت متسربين من التعليم ولا في ايه قصتهم؟ طيب المهن والحرف الناس اللي كانوا بيتعلموا هيتعلموا فين؟ ده اولاد صغيرين بيشتغلوا ويشتغل توك توك ويضرب شعر ومش عارف ايه. فعمليه يعني دي ضغط الدوله على هذا القطاع عشان يبدا ينصلح، وهو مش عدد قليل. احنا عندنا ما يقترب من 3 مليون توك توك، يعني عمليه ضخمه جدا فمحتاجه يعني الدوله عامله مجموعه حلول كده. في يمكن لجنه في مجلس الوزراء للتعامل مع قضيه التوك توك، في خطوات كتير بتتخذ في الاتجاه. امتى هيكون المواطن المصري زي المواطن، مش هنقول الاجنبي، ولكن المواطن العربي اللي احنا بنشوف في بعض الدول العربيه ما فيش عسكري مرور ولكن كله ملتزم باشارات المرور، ولا قدر الله لو حصلت حاجه بتبص تلاقي في لحظه طلعت عربيات المرور على اساس تحد من هذه المشكله؟ في يوم من الايام هنكون زي الدول ديت واحسن منها ان شاء الله. ان شاء الله هنبقى يعني ان شاء الله هيحصل دوس. لكن خلينا بس انا ما بحبش ندي وعود على الناس. المنظومه الترسيه لما كل التروس المنظومه تتحرك بتتحرك بسرعه واحده، ما فيش ترس هيبقى اسرع من باقي التروس. الصناعه تتحرك هي سرعه الزراعه، هي سرعه التعليم، هي سرعه الصحه. المنظومة دي كلها لازم ترتقي، والدولة بتدفع في هذا الاتجاه انها تدير التروس المنظومة بسرعة اعلى وبكفاءة اعلى. لكن ترس المرور او الحركة هو ترس معشق مع باقي التروس، سرعته هي سرعة واحدة، لازم المنظومة كلها ترتفع وتصل مع بعض ان شاء الله. احنا بنتمنى نشوف مصر تبقى قد الدنيا. ومصر مصر دي يعني يكفي ان مصر اسمها، لو قلنا مصر بس كده
يكفي ان اسم مصر بيتعبد بيه في القران. يعني ده بس كفايه التاريخ يعني والعالم كفايه ان احنا بس اولاد مصر يعني دي عندنا بالدنيا اكبر نعمه. مصر مذكوره في القران 25 مره ما بين تصريح وما بين عدم تصريح. مصر هي اللي صنعت التاريخ ولازم تكون فخور بمصريتك وفخور بنفسك. ان شاء الله الموجه الجايبيه طالعه في الاتجاه ان شاء الله البلد دي تنهض وان شاء الله نشوف. واعتقد كلنا بنلمس التقدم الكبير المحرز. في مشاكل طبعا عندنا وفي حاجات لكن اعتقد بارادتنا جميعا اعتقد ان شاء الله هنقدر نعمل. واحنا نتمنى ان شاء الله ان مصر تبقى في مصاف الدول الاولى والمتقدمه في مجال الزراعه في مجال الصناعه، لان مصر بلد الزراعه وبلد الصناعه، مصر ام الدنيا زي ما بيقول، بلد الحضاره، بلد السياحه، مصر فيها كل حاجه. يكفي ان انت عندك كم هائل من الثروه البشريه تقدر تعمل بيها يعني كل ما تتخيله من مشاريع بالثروه البشريه بتاعتك اللي عندك ال 100 مليون. تمام. انا بشكر حضرتك. انا بشكرك وكنت سعيد جدا مع حضرتك، وبصراحه يعني اتكلمنا في كذا حاجه، والمواطنين كانوا معانا، المشاهدين كانوا معانا متابعينا، وكانوا برضو ليهم بعض الاسئله اللي حضرتك جاوبت عليها واديتهم اجابات واضحه وصريحه. بالنسبه للتوك توك اتكلمت فيه كويس جدا، اتكلمت عن سائقي المركبات النقل وازاي ان هم ممكن بتاثير المخدر عليه هيفني اسره بحالها وهيضيع اولاده وهيضيع نفسه وهيضيع اسرته. كل الحاجات دي محتاجه وعي تاني، محتاجه ان شاء الله حضرتك تكون معانا تاني ونلقي الضوء على بعض الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش فيها. سير عكس الاتجاه، حاجات كتيره جدا لسه قدامنا كتير جدا نتكلم فيها، ولكن يعني ان شاء الله باذن الله في اللي جاي ان شاء الله من خلال نافذه قناه الصحه والجمال تكون هي النافذه للعالم كله اللي من خلالها بنلقي الضوء على بعض الحاجات المهمه جدا اللي بيها بنحولها من حاجات سلبيه لحاجات ايجابيه تكون في صالح المواطن المصري. انتوا نافذه للوعي العام اللي احنا كلنا بننشد انه يرتفع ان شاء الله. ربنا يخليك لينا يا فندم. وشكرا لحضرتك سياده اللواء الدكتور ايمن الضبع استشاري السلامه المروريه، وعلى امل وعد تكون معنا ان شاء الله في حلقات اخرى. اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج مستشارك القانوني على قناه الصحه والجمال، يا رب الحلقه تكون عجبتكم، يا رب يكون اسئلتنا كانت بالسنه الساده المشاهدين والمواطنين. ان شاء الله باذن الله مصر هتكون قد الدنيا بيكم انتوا وبشعبها وبقادتها وبمواطنينها. مصر هتكون في مصاف الدول الكبيرة جدا والأولى إن شاء الله على مستوى العالم زي ما كانت من قبل إن شاء الله. نأمل إن كل واحد يلتزم، كل واحد يخلي باله، كل واحد صاحب مركبة يخلي باله من عربيته ويخلي باله من طريقه وما يفكرش في حاجة. سيب موبايلك، اربط حزامك، حدد طريقك ماشي فين وخلي بالك من طريقك، وربنا إن شاء الله يبلغنا السلامة جميعا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، على أمل وعد أن نتجدد اللقاء معكم في برنامج مستشارك القانوني. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.